مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شاي القرق. هيدا الشاي هندي وكتير بلدان الخليج بيستعملوه، بيعملوا طريقة هيدي الشاي. شاي كتير كتير طيب ورائع، رح تعجبكم الطريقة كتير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط كوبين مي، كوب اثنين، ملعقتين طعام شاي فلت او زروفي ما في مشكلة المتوفر عندكم، ملعقة طعام هيل، الهيل دقيتهم شوي شي خفيف عشان يعطوا نكهة قوية. شايفين كيف فتحت الحبة؟ شي بسيط. وسكر رح حط 3 معالق طعام سكر، اذا بتحبوا الحلو ممكن تحطوا انتو 4 معالق طعام. ملعقة، 2، 3، بغليهم مع بعض على الغاز. بس غلى عنا الشاي بهيدي الطريقة شي بسيط. هلأ بتركن يغلو 3 دقايق عشان ياخد الشاي اللون البني الغامق. بعد 3 دقايق من الغليان بس صار عنا الشاي بهيدا اللون واخد نكهة الهيل كمان. ونضيف كوبين حليب. بسم الله. كوب، 2، بتركن يغلو بعد 10 دقايق من الغليان. هلأ بدي احطهم ببريق الشاي، منصفيهم بالنصفي وبحطهم ببريق الشاي. بسم الله. صار جاهز عنا الشاي للتقديم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.